خلال مؤتمر صحفي استهله بتوجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة ومجلس النواب وإلى معارضة تير المستقبل الشرسة التي حققت إنجازا كبيرا تجلت في إقرار المشروع، عرض وزير الطاقة جبران باسيل ما تم تحقيقه عبر إقرار خطط الكهرباء. اليوم الوزارة بهالقانون صار في عندها 1772 مليار بتبلش تشتغل على أساسهم على الحكومة إنها تأمنهم بهبات، بقروض ميسرة، بإصدار سندات خزينة بالطريقة المناسبة. أصبح المشروع غير مرتبط بأي موافقات لصناديق أو لأي عمر تاني بعيق تأخيره. من بعد ما كنا ملزمين قرارنا السياسي وقرارنا القضائي لدول خارجية ولمحكمة دولية، هلأ بدنا نلزم قرارنا الاقتصادية لصناديق ولجهات مقرضة. باسيل أكد أن المشروع مر من دون صفقات مسبقة أو محاصصة، مضيفا أن الصفقات ستخضع لمناقصات ويبعدها عن التدخل السياسي. كل محاولات إخضاع دفاتر الشروط والخطط لموافقة مسبقة من المجلس النيابي سقطت. في تعاون إيه؟ نحن مستعدين، عم نحكي مع كل الناس، عم نحكي مع الأجانب، كيف ما بنحكي مع المجلس النيابي ومع النواب، نتعاون نحن وياهم، بس مش بيفرضوا علينا موافقاتهم قبل ما نحن نعمل خطة. في حدا امبارح نايب مصداقيته أكيد من مصداقية الجريدة يلي رفعها بقلب مجلس النواب تيقول إنه كلنا متهمين ب 360 مليون دولار لأنه هو هيك معود يشتغل، كان وزير سابق ومعروف بوزارته شو عمل. طيب قال نحن مختلفين على 360 مليون دولار، قلنا له طيب إذا اتفقنا نصف متفقين على 360 مليون دولار، هلأ شو بده يقولوا للناس؟ القانون أقر بذات المبلغ ولا ليرة بالناقص، طب ليه وافقوا؟ ما كانوا عم بيقولوا في صفقة و700 ميجاوات بكلفوا 700 مليون دولار والباقي سرقة، ليه وافقوا؟ بس أكد أن إقرار المشروع هو انتصار لكل اللبنانيين، ولكن تبقى أمامه رزمة من التحديات.